السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي من منصة قدرات للتدريب عن بعد. اليوم بدنا نقدم لكم بعض النماذج الاختبار 1443. نقدم لكم سؤالين. السؤال الأول اللي أجا في هذا الاختبار كان حول the morpheme in the fingerprint is، يعني المورفيم في هاي الكلمة هل بنسميه compounding أم clipping أم blending أم borrowing؟ سؤال ثاني، طبعا حاول حل هذا السؤال وبعدين بنشوف الشرح. السؤال الثاني اللي بنشرحه اللي هو which of the following is an inflectional morpheme؟ ER in taller, OR in visitor, less in hopeless, meant in government. حاول أيضا حل هذا السؤال بعدين شوف حلنا وقارن حلك بحلنا. الآن نجي للحل. The morpheme in the fingerprint is، طبعا زي ما أنتم ملاحظين الإجابة الصحيحة اللي هي compounding. ليش؟ عندنا fingerprint. نفهم compounding. compounding عبارة عن تركيب، يعني هنا في عندنا كلمتين وركبنا منهم كلمة واحدة اللي هي finger plus print. إذا أي كلمتين بنكون منهم كلمة واحدة هذا بنسميه compounding. طبعا في أمثلة على ذلك، مثلا في عندنا ball زائد plus foot plus ball، يصير عندنا compounding اللي هي football. عندنا مثلا house plus wife، بعطيني housewife. طبعا في عندنا كثير eye plus glasses eyeglasses وهكذا. إذا هذا هو الكومباوندينج، عملية تركيب كلمة من كلمتين، وهذا ينطبق طبعا على فينجر برينت. طيب كليبينج، ليش ما اخترنا كليبينج؟ كليبينج هي عبارة عن كليب، خلينا ناخذ الفعل كليب. كليب اللي هو عبارة عن قص، عشان هيك يعني مقص الأظافر بسموه نيل كليبر. نيل كليبر اللي هو مقص الأظافر، يعني كليب يقص. فإحنا طبعا مش رايحين نقص أظافر، هنا رايحين نقص كلمات. فكلمات طويلة منقصها وأسهل طبعا الاستخدام، زي فاكسميلي أصبحت فاكس، جيمنيزيوم أصبحت جيم، ميموراندم أصبحت ميمو وهكذا. فأصبح عندي أنا كلمة يعني مخصوصة أو مختصرة للكلمة الطويلة، هذا بنسميه كليبينج. بلندنج اللي هي عملية المزج. مزج ايش؟ مزج كلمتين، مثلا في عندنا سموك اند فوج. في بريطانيا طبعا عارفين في عندنا لندن مدينة الضباب اللي هي the city of fog، وفي الشتاء بيستخدموا المداخن، ففي بصير يطلع يعني من المداخن سموك، فبمتزج الدخان بالضباب. إذا صار في عنا مزيج من الدخان والضباب، فطلعوا بكلمة جديدة اللي هي سموك. كيف عملوا هالبلندنج؟ أخذوا أول الكلمة اللي هي SM وآخر كلمة الثانية فطلع عنا سموك. أيضا في عنا بريكفاست، مثال على البلندنج. بلندنج عنا بريكفاست ولانش. بريكفاست زي ما أنتم عارفين اللي هي وجبة الصباح والفطور يعني، واللانش اللي هو الغداء. طب لو أخذنا وجبة بين الفطار والغداء يعني الضحى، فقالوا إحنا نطلع لها باسم جديد، فأخذوا أول حرفين زي ما أنتم لاحظين من بريكفاست، وأخذوا آخر أربع حروف من لانش فطلع عندنا برانش. طبعا في عندنا يعني أمثلة أخرى. borrowing هو عبارة عن يعني استعارة، تستعير اللغات من بعضها.
مثلا باللغة الإنجليزية استعاروا منها كلمة انتفاضة. يعني لو فتحت بداية الانتفاضة الفلسطينية كان في عندنا يستخدموا تعبير uprising، بعدين صاروا يستخدموا انتفاضة فأصبحت دخلت الديكشنري، فهذا اسمه برونج، they borrow it from Arabic. مثلا كلمة بيانو أصلها إيطالي وأخذوها الإنجليز فهذا اسمه برونج. إحنا أخذنا مثلا منهم تلفزيون أصلها تلفزيون فهذا برونج. فاللغات بتستلف أو بتأخذ من بعض. إذا هاي فكرة عن هاي التعبيرات. Which of the following is an inflectional morpheme؟ طبعا إحنا لما نتكلم على الانفليكشنال مورفيم نتكلم أيضا على الديريفيشنال مورفيم. الانفليكشنال مورفيم باختصار ما بغير فئة الكلمة، يعني الإي آر في تولر أصلها تول أجكتيف، فالأجكتيف هاي لو أضفنا لها إي آر بصير تولر. إذا تولر ظلت adjective، ما غيرنا فئة الكلمة، فهذا اسمه inflection، هذا اسمه inflection. أيضا مثلا لو أخذنا work والماضي worked، نلاحظ أن work verb و work ما تغيرت فئتها ظلت verb. إذا هذا بنسميه inflection، أو هذا بنسميه inflectional morpheme اللي هو ER هنا والإي دي هنا inflectional morpheme. لكن في الـ OR في visitor لاحظتوا إنه أصلها visit، visit verb. الآن لما أضفنا OR visitor لاحظتوا إنه أصبحت noun. واو، إذا تغيرت فئة الكلمة، فئة الكلمة انتقلت من verb إلى noun. لاحظتوا؟ هذا إيش بنسميه؟ هذا بنسميه derivational. إذا الـ OR هنا بتكون derivational morpheme. derivational يعني اشتقاقي، و inflectional يعني تصريف. فاختلف الوضع. خذ less مثلا in hopeless. hope noun. hope noun. يا ترى لما أضفنا إلها less hopeless إيش ظلت noun؟ هذا السؤال. طبعا لا، أصبحت adjective يعني تغيرت فئتها. فتغيرت فئة الكلمة من noun إلى adjective، فهذا إذا أيضا يدخل في derivation. إذا less هنا derivational morpheme. خذ من نفس القصة، أصلها govern اللي هي verb، أصبحت government معناته أضفنا منت. إحنا المنت هنا غيرت الفئة فأصبحت noun. كون تغيرت فئة الكلمة من إلى from verb to noun، إذا هذا بنسميه المنت هنا بنسميها derivational morpheme. إذا باختصار زي ما لاحظتوا باختصار الانفليكشنال مورفيم ما بغير فئة الكلمة. هنا adjective tall adjective، هنا taller ظلت adjective بس اللهم في الكومباراتيف. work verb represent work verb ظلت verb بس لكن في الباس. إذا لاحظنا إنه هنا ما تغيرت فئة الكلمة، إذا بكون الـ ER والـ ED هنا inflectional morphemes. إن شاء الله تكون الأمور واضحة. إلى اللقاء.